مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الفنانة الصاعدة إيناس عبدلي، وبعد تلقيها خبر وفاة جدها والذي كانت متعلقة به، شاركت هذا الخبر الحزين مع متابعيها لتتفاجأ بتعليقات لم تكن تتوقعها أبدا. لما بلهم mon arrière-grand-père Toufa, جد ماما مات الله يرحمه، سي لو بير ما غرامير و الله يرحمه وسع عليه. دونك نهار الجمعة كي قالوا لنا رحنا اون اورجونس تلمسان، تا بيرسونيلمون انا سا ما في ان شوك، ماما تاني في لا فامي كامل كنت شوكي، ما كناش نسناوها مي الحق الاجل تاعو و فوالا، ويا ربي متوهل الجنة ان شاء الله، والله يرحم كامل الموتى المسلمين. كاين واحد الناس اللي مراض نفسيا ولا ما باليش، مراض قلب مريض، جو بونس كو لازم يداويو. دوك نحط لكم ان اكزومبل دو ميساج، ايماجيني انا جيت انكور شوكي بالوفاه تاع مون ار غران بير، و جي ريسو داك لو ميساج، سا ما انكور الله يهدينا اجمعين ان شاء الله. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.